صباح الخير، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم، احوالكم الف 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 خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. راهي شميسه صباح كي نوضنا لقينا الضباب ما تشوفوا والو. دوكا هي شويه شميسه باسكو دوكا هي تقريبا 12. شميسه اليوم الجمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اول حاجه خلي لكم انستغرام تاعي بنات ابونيو فيه ومرحبا بكم. وثاني ما تنساوش ديروا لي جاي مع الفيديو وكومونتير اذا عجبكم الفيديو طبعا. فاليوم ان شاء الله راح نكملوا الدار كما شفتوا المره اللي فاتت البارح. كنت نقيت الكوزينه الحمد لله يا ربي، نقيتها خبيت الماء كل شيء. مازال لي دوكا نروح للصالون، نروح مازال الصالون ما مسيتوش خلاص، مازال ونهيه شومبرا حاطه فيها حوايج والاخرى اللي نرقدوا فيها. وثاني بعد غدوه ان شاء الله تبدا القرايه. بعد غدوه ان شاء الله جولي ترجع باش تولي تقرا. دوكا راني نقولها جولي ما كنتش تقرا، تقول لي لا، قالت لنا سيداتنا احموا العطله. قلت لها وقتاش ترجعوا؟ قالت لي مازال. قلت لها خلاص ما نزيدوش تولي ملت صاي، ما نزيدوش تولي. بعد غدوه ان شاء الله ترجع تقرا. المهم ان شاء الله ربي يسهل لهم ان شاء الله يا ربي. ونروحوا نكملوا ونشوفوا شحال اليوم. بارطاجي معكم نهار اليوم كيفاش راح يكون. نجيو للصالون البنات كيما راكم تشوفوا مازال ما حطيت فيه والو، غير كانوا الاولاد هذا مكان يلعبوا هنا برك. شوف حاطين لي جواي والحوايج والحاله حاله. بس روحي هناك، من هناك اطلع. المهم انا هذا الطابي فرشو غير محمود هكذا. دوك نعاود نستف الدنيا ونحط هذا، قلت نحطو هكذا هي المرايه تاعي. المرايه بالك نجيبها من هي هذه بلاصه التلفزيون هنا. شوفوا راهم دايرينها ها هي. المهم بالنسبه للمرايه بالك نجيبها من هي ونحط واحد كيما راهو هكذا، ونزيد نقدم واحد هكذا. والله ما على باليش كيفاه هو اصلا هكذا مفصل. المهم دوك نجربو كيف كيف ونشوفو كيفاش راح يجي. متحمسه. ومن بعد ان شاء الله نزيد نشري باش نركب الريدو اللي كنت شريته.
just escape for a moment. Trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I leave you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna. هكذا سيداتي سادتي كما راكم تشوفوا كملت فرشت بكاء مزالي غير هاد المرايه. هاد المرايه قررت اني نديها منها ما نحطهاش هنا في الصالون دوك غير نمسحها. راني جبت ديجا باش نمسحها هاي نديها شوفك فيها ملونه ومع ولادي ما عندي ما نحكي لكم. وجيت ثاني باش نمسح هنايا شوفوا ثاني هنا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. دوك نعاود نمسح هنايا ثاني ونمسحها ونخرجها منها. ما عجبتنيش يعني كون نحطها هنا ولا فهمتوا نحطها لهي خير في الشومبرا لهي. دوك نمسحو ونكملو ونقول لكم واش باغيه ثاني نزيد نكمل ندير. ما يحتاج يجي محمود باسكو انا ما نقدرش نعلقو. كملت مازالو غير هادو دوكا نجيو نركبوهم. باغي البنات نركبوهم هنايا شوفوا كاين هذا الحيط وكاين هذا جهه الباب وكاين منا منا. انا ماني حلصك والو باسكو هذه اصلا اي بلاصه تاع التلفزيون. نركبها في هذه الجهه يجيو باهين. عندي خمسه ها عندي هذا هذا اللي كنت جبته معايا من مصر هذا ومعه هذي وهذي يخرج عليهم شويه الغوص ها هذه باش هذه هي اللي تجي في النص هكذا تجيو زوج منا وزوج منا. وثاني هذو البنات للاسف ما عنديش دوكا كفايه نركبهم باسكو مازلت ما شريتش اللي نركب فيها. هاني حطيتهم هنا حتى غدوه بربي ان شاء الله ولا كي نخرج المهم نشري نركبهم هكذا يعطيو منظر. ام الواحد كي يريح في الدار يريح بمنظر هكذا مليح يستراح فهمتوا. فهاو كيفاه هذا كنت وريته لكم من قبل جاي في الغوص ها فيه زوج شوف. وهذا ثاني شريتهم ثاني زعما معايا باش نكاسيهم. هاي جايه في لاكولر هذه هذيك شويه غامقه هذه شويه فاتحه ويشبهولو شويه. المهم هذو خليهم دوكا حتى غدوه بربي ان شاء الله نشري ونركبوه. ودوكا حاليا نركبو هذو انا ما على باليش هذو اصلا فيهم كما يقولوا هما دابل فيس هذا سما غير تنحي منه وتلزق خفت نحي ولا السق يطيحو ما يحكموش مليح يوليو يطيحو. دوكا نجربو ونشوف اسكو زعما يحكم مليح ولا ها ونشوف. هنا بعد ما كملت حبيت نجي ندير لي كاب كيك. المهم حبيت نبارطاجيهم معاكم ونقولكم على الوصفه بالتفصيل. الله يبارك والله يغرجو بزاف هايلين وخفاف. اول حاجه درت زوج بيضات درتهم غير بزوج بيضات هذا ما كان ودرت فيهم ذره تاع ملح هذه كاول طريقه. ومن بعد ضربتهم هكذا شويه بالباتر زدت عليهم كاس غير ربع تاع السكر وكمل طلعتهم بالباتور خليته حتى هكذا بياض هذاك الخليط. تحبوا نتوما تضروا ديروا بالمضرب اليدوي عادي يعني ماشي شرط انكم تستعملوا المضرب الكهربائي. هنا ضفت عليهم تقريبا نص كاس تاع الزيت يعني تحت النص هكذا غير بشويه وكمل الثاني ضربتهم. نخلي هذوك الخليط يتجانس مليح سكر مع البيض مع الزيت. درت حبيت ندير حاجه حلوه هكذا قلت بمناسبه انه دخلنا لدار جديده كنديروا حاجه حلوه ان شاء الله تقعد هكذا تحل ايامنا كامل ان شاء الله. وهنا كما كنتو تشوفوا استعملت ثاني معهم كاس تاع حليب.
تما هكذا زوج بيضات، ذرة تاع الملح، كاس تاع سكر، تقريبا تحت النص هكذا شوية تاع الزيت، واستعملت كاس معهم كاس تاع حليب، ونضيف زوج مغارف تاع كاكاو بني، وحطيت عليهم زوج كيسان ونص تاع الفارينة. هذا ما كان، وضفت عليهم واحدة خميرة تاع الحلويات اللي هي وزن 8 غرام. هكذا كملت غير بالمضرب اليدوي. هذا ما كان كيولي ضفت الفارينة والكاكاو، استعملت المضرب اليدوي. هنا كما راكم تشوفوا ما عنديش هذوك لي كيسات اللي نستعملهم في هذا البلا تاع لي كاب كيك، وليت اول مره نجربها. مي راهي تصلح البنات، فقط انا دهنت غير بشويه هكذا الزيت وحطيت فيه، ما على باليش انا اول مره نجربها. ديما ندير هذوك زعما لي كيسات نحطهم ثم ونستعمل. مي هذه هي كاول مره نحط هكذا طول، جاوني بزاف هايلين وما لزقوليش. انا توقعتهم انهم يلزقوا، عباكم ندير فيهم وخايفه، وكان راح الحال اصلا باش زعما نخرجوا نشري ولا هاي. وليت قلت خليني نتكل على ربي وخلاص. هنا زدت هذه الشوكولا تاع الكوكيز وتاع هذو اللي تزيدهم في لي كاب كيك. هكا درت شويه في العجينه وذريت ثاني الفوق شويه، ومن بعد شعلت الفرن سخن وحطيتهم. طابولي كاب كيك البيضات تاع 17 حبه كما تشوفوا. انا ما عنديش لي كيسات هذو، فدهنت المول غير بالزيت. هذا ما كان واستعملته الجو بالزيت هايلين. دوك نوريكم كيفاش يجي. شوف هاو كيفاش يجي، يجي بزاف هايلين. ها شوفوا ويجي خفيف ثاني. ها شوف هذه مازال سخونه، غير هذا وين نحيتها. هذا ما كان، شوفوا البنات واش تجي خفيفه. تحتاجوهم دوكا المدارس، مداو دوك يبداو ان شاء الله القرايه، تحتاجوهم الفطور والحليب. يعني بزاف انا نحبهم هذه كاب كيك، يجيو ها بهذه الحبات. هذه هي كيما نقولوا الحاجه الحلوه اللي درتها كبدايه هكذا للدار. ان شاء الله يكونوا ايامنا كامل حلوين، تسمى دخلنا لدار جديده وكذا، فحبيت كندير حاجه حلوه. درت هادو ماما ثاني يذوقوا شويه، الاولاد راهم هنايا نعطيهم. خالتي ثاني هذه هي فرحت بهم بزاف. عباكم اول مره نجرب كي ما يكونوش في كيسات، ديما ندير لي كيس. اول مره نجرب هكذا خفت لي يلزقوا لي حكمه، ونقول يا ربي ما يلزقوش برك نتبهدل. فهذه هي، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وما تنساوش تخلي لي لايك على الفيديو، تابعوني على حسابي في الانستغرام. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم زي الغنم معنا هذا المكان تاع العشاء. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.